احنا طب احكي لي يا اتكلمنا على مصطفى، عقبال الفيروسات تسألني قبل التنفسية. يعني احنا اتكلمنا على اسأل يا الفيروسات سيدي قول. التنفسية، ايوه. قصة بقى يعني أسطورة حرق الوزن يعني بالنسبة لا دي للزنجبيل. حلوه فعلا. هو بالحاجه الجميله انه الزنجبيل لا يحتوي على سعرات حراريه كتير، يعني يمكن الجرام تقريبا فيه سعره واحده، كل جرام سعره، وبالتالي ده يعتبر نسبيا حاجه قليله جدا. فلما تاخد جنزبيل هو ما فيهوش سعرات، دي حاجه حلوه. واحد اتنين، انه بيزود قدره الجسم على حرق الدهون، بيزود البيتابوليك ريت او اللي بنسميها الميتابوليزم، سرعه الميتابوليزم او سرعه الايض اللي هو التحول الغذائي وتحويل المواد الكربوهيدراتيه والى خلافه تتحول الى مواد اوليه، وبالتالي قدرتها على حرق السعرات اكثر كتير، حرق الدهون والكربوهيدرات. اذا يؤدي الى، خاصه اذا حضرتك جمعت الزنجبيل طبعا مع الحركه، مع عدم الافراط في الطعام، عدم الافراط في تناول الغذاء، ده هيبقى توليفه او عامل اضافي من الزنجبيل للفوائد بتاعته. طيب دكتور، في ناس كتير بتقول ان الزنجبيل من الحاجات اللي بتساعد على رفع ضغط الدم المنخفض، وده ممكن يكون واحد من فوائده اللي نقدر نستخدمها، ان هو بيساعد على توصيل الدم لما بيرتفع لباقي اجزاء الجسم، زي ما حضرتك قلت الاجهزه المختلفه في الجسم، لغايه ما حتى ممكن يبقى له تاثير كمان على انزيمات الكبد. صحيح، هو حضرتك يعني دايما، يعني انا عايز لو قلت الفوائد دلوقتي، انا كاستاذ في الكليه لو قلتها الناس هتفتكر اني فاتح صيدليه للزنجبيل او فاتح، لانه فعلا بيقلل زي ما تفضلتي من مستويات السكر في الدم، بيساعد في تقليل ضغط الدم، بيساعد في علاج الغثيان، بيساعد في القيء ويخفف، هو ملطف فيستخدم في علاج الامساك ويخفف من الالام، لانه مضادات الانفلاماتوري بيجدد مضادات الاكسده وبالتالي يجدد الشباب ويزود المناعه. فانا بقول لك، خايف اقول الكلام ده كله في فتره صغيره دقيقتين ثلاثه الناس تفتكر ان هو هيعالج يرجع الشباب تاني. لا، هو مفيد وفيه مضادات اكسده وفيه مضادات انتي الالتهابات، ولكن بيؤخذ بقدره. ودايما عايز اقول ان الابحاث الطبيه اللي في الاعشاب بالتحديد بتكون، مش عايز اقول مش دقيقه، ولكن بتكون عامه الى حد ما، طب. وبالتالي لا استطيع ان اقول عليها ايفيدنس بيس. لكن لو قلتي هقول بيقولوا، هقول بيقولوا حاجات كتير جدا، وهي غالب صحيحه، يعني بيعالج ضغط، مش يعالج، يقلل او يحسن من مستويات السكر، يحسن مستويات الضغط، فعلا يحسن من علاج الامساك، يعني لو واحد عنده امساك يحسن ويعمله ملين شويه، ده كله يخفف من الام الدوره الشهريه، يحسن من البشره والجلد للسيدات، يحسن من القدرات الجنسيه زي ما قلت كل ده. ولكن مش معناه ان هاخد جنزبيل النهارده او بكره او بعده يعمل الكلام ده، لا، ده بيتاخد مثلا بمره واثنين على اللونج ران. وثلاثه اي بقدره يعني. صحيح. طيب دكتور، بالنسبة لل يعني المنشدين والمقرئين والمذيعين أيضا، هل الزنجبيل يعني فائدة للأحبال الصوتية؟ نعم، في برضه حضرتك في بعض الدراسات، ولكن اؤكد انها ليست دراسات ايفيدنس بيس، يعني الدراسات بتبقى مش كامله قوي، لكن في فعلا بيقول لك انه بيلين الصوت وبيقلل المخاط، وبالتالي يحسن خروج الصوت او طبقات الصوت عند المغنيين. يعني فعلا في بعض الابحاث القليله اللي بتقول كده، لكن انت تقدر تعرفها. بقوله يعني زي ما بقول دايما، العاده تمام. او الخبره، هتلاقي كل المغنيين، ناس كتير من المقيم فعلا بياخدوا الماء وبيلطف صوتهم وبيحسن صوتهم.